شاهد هذه الصور التي تأتينا من محيط العاصمة الخرطوم، حيث تصاعد لأعمدة الدخان في إشارة إلى على ما يبدو استمرار المواجهات حتى الآن بين طرفي الصراع، على الرغم من توقيع هدنة تتعلق بضرورة فتح ممرات إنسانية، وهي الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية وترجمت في إعلان جدة لإقامة هدنة حتى يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر ممرات إنسانية. ولكن الصور المباشرة التي تأتينا الآن من العاصمة الخرطوم تشير إلى هذا التصاعد في أعمدة الدخان في إشارة على استمرار الوضع الأمني غير المستقر. هذه المشاهد تأتي من محيط العاصمة الخرطوم، ربما من محيط القيادة العامة السودانية، والتي كثيرا ما كانت تشهد هذه المواجهات بين طرفي الصراع، قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كانت هناك جهود دولية كثيرة بذلت خلال الأيام الماضية للتوصل إلى هدنة حقيقية، إلا أن الاقتتال على الأرض لم يتوقف حتى اللحظة. البيت الأبيض كان أعلن منذ قليل أنه يواصل الاتصالات مع الشركاء والحلفاء في المنطقة، وذلك من أجل توفير آلية يتم بها مراقبة وقف إطلاق النار. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.